اليوم رانا في ولاية مسيلة، الولاية المضيافة، اللي نقوم بإطلاق عملية توزيع 4000 محفظة وفق السلطات المحلية وكذلك المآزر اللي حتلحق فيما بعد، إضافة إلى تجهيز قاعتين للعلاج ببلديتي المعاريف وولد منصور. اليوم كانت انطلاق قافلة تاع المحافل المدرسية بحوالي 4000 محفظة مدرسية بزيارة تحت إشراف السيد رئيس الهلال الأحمر الجزائري بالتنسيق مع السيد ولي ولاية المسيلة. كذلك كان هناك تدشين قاعتي علاج على مستوى بلدية المعاريف وبلدية ولاد منصور، أين اختارت السلطات المحلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر هذه المناطق النائية بالتوفيق إن شاء الله لساكني الولاية.